أخبار اليوم. أقدم لحضراتكم الفريق بتاعنا. هبدأ طبعا بأهم كتكوت عندنا وأقدم كتكوت. طبعا الإصابة دي إصابة كرة قدم مالناش دعوة بيها، بس مع الأسف كانت امبارح. مينا وسيم. مينا وسيم ده اللي أنا اتكلمت عليه، ده بدأت معاه 5 سنين، ده بدأت معاه قبل ما أبدأ بصراحة مع ابني بصراحة، يعني كان أول واحد بجرب فيه تعليم الأطفال. احمد راجي ده ابني، ده تاني واحد ده بدات معاه على طول بعد ما جربت مع مينا، رحت على طول جمعت مع احمد. احمد طبعا يمكن برضو الواحد كان ليه علاقه شويه بالدرامز، فاحمد كان حابب موضوع الدرامز. جورج، وبالمناسبة مارك في نفس الفصل مع مينا. مارك بقى ده ما شاء الله، ده اللي كنت بتكلم عنه. ستيفن كان اصغر عازف، كمان كان بدا برضو معايا هو في اول ابتدائي. ستيفن من الناس اللي يعني لما اشتغلت معاها على الكمان احساسه جميل قوي، هادي بطبعه، مش عنفواني، فماسك آلة ما شاء الله ماشي مع ابتهال برضو في نفس الفصل مع مارك ومع مينا. ابتهال برضو اختارت آلة الكمان، برضو يمكن آلة شوية يعني بناتي شوية، وبرضو هي طفلة شقية. ياسين الاتربي. ياسين الاتربي احنا بنسميه البونبونية بتاعتنا، على اساس ان هو الراجل ما شاء الله اولا بيضحك على طول، تاني حاجة الزغنطوط لسه بتاعنا. ياسين سنة تانية ابتدائي،
ياسين برضو ما شاء الله كان اخد لقب برضو اصغر عازف، وكسب معانا برضو السنة اللي فاتت في مسابقة امهر عازف، هو في اولى ابتدائي كسب برضو المركز. توينز نيني عبد الغفار على آلة المارينبا، ومحمود عبد الغفار على آلة البركاشن. الاتنين دول بقى يعني دول الشقيين جداد بقى، دول اللي هم لسه الايه اللي بيضايقونا شوية، مش بيسمعوا كلام بسهولة، بس هم طبعا عارفين نفسهم دلوقتي. بس هو يعني بصراحة يعني مجهود كويس، مشكورين جدا، في فترة قليلة انضموا للمجموعة وكانوا مؤثرين. وبصراحة يمكن الآلة بالأخص اللي هي اللي بتعزف عليها نيني آلة مع الأسف مش متوفرة بسهولة في مصر، فدي يمكن بعتنا نجيبها على بال ما جت، واستنينا وظبطنا وتعبنا. النيني تعبت معانا جامد جدا عشان خاطر تعزف على الآلة ديت في الفترة الصغيرة ديت. ونفس الموضوع بالنسبة لمحمود على الآلة بتاعته، لأن الآلة بتاعته آلة إيقاعية بتحتاج توافق، وبيعزف كذا شكل من الآلات، شوية بإيده وشوية بستيك. الموضوع مش سهل، وفي حاجة كمان في تحت رجله، في بدل كمان تحت رجله، فالموضوع كله يعني محتاج توافق. وبيلعب هو واقف، مش غير بيلعب درامز، بيلعب درامز وهو قاعد، فعارف يتحكم في رجليه، ده بيلعب ببدل واقف وايديه وشوية يمسك الستيك، فطبعا الموضوع محتاج توافق كبير، وهو برضو قد الموضوع. بالمناسبة الاتنين أبطال في الكاراتيه، حصلوا على بطولات في الكاراتيه، ودي حاجة غريبة جدا. ازاي يعني احنا مش على وفاق احنا ومدرب الكاراتيه بتاعهم، بسبب ان هو الموسيقى هتخليهم هم عندهم حس مرهف، هو عايز يشدهم. بقى بدأت أنا فلوت، كان رميدة وجميلة على طول. رميدة اخترتها آلة الفلوت. يمكن هنا بقى ده في شق شوية بقى إيه مختلف شوية. كان رميدة أنت يعني بحكم إن إحنا بلد ساحلية، ففي عندنا منتشر قوي حتة الحساسية بتاعة الصدر، فكان على طول لازم يعني الدكتور قال لنا يا إما تلعب سباحة يا إما تلعب آلة نفخ، فاخترت لها الفلوت. فكان ده كان بداية السر بصراحة، يعني احنا نختار آلة الفلوت، زائد ان هي آلة بناتي. اتعرفنا بنفسها. اسمي رويدة راجي المقدم. انا اخترت آلة الفلوت، بابايا هو اللي اختارها، فاول لما مسكتها عجبتني وعرفت ازاي اعزف عليها، بس في الاول كنت فاكرها اللي هي صعبة، لكن في الاخر عرفت اللي هي سهلة. ومع بعدها على طول كان جميلة، ودي برضو كانت ايه جاية من الاول برضو مختارة فلوت، فكنا عملنا ايه الجروب بتاع الفلوت اللي عندنا. جميلة بقى قصتها كبيرة شوية، لان جميلة ما شاء الله بطلة جمباز، اول جمهورية في الجمباز، فواحدة ما شاء الله رياضية، فلما رياضي بقى وهيبدأ يلعب موسيقى بتفرق معاه فرق كبير جدا. جميلة من الناس برضو اللي حققت معانا برضو مسابقات. جميلة برضو فيها حاجة نسيت اقولها، برضو هي في نفس الفصل مع مارك ومينا وابتهال.